أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في درس آخر من دروس مادة الفلسفة الموجهة لتلاميذ الجذوع المشتركة. توقفنا في الحصة السابقة عند مفهومي الطبيعة والثقافة، وحاولنا تعريف كل واحد منهما. الطبيعة كما عرفناها هي كل ما لم تدخل فيه الفاعل الإنسانية وبقي على حاله، وتشير أيضا إلى الفطرة وإلى الماهية. والثقافة تحيل على كل ما اكتسبه وأنتجه الإنسان سواء كان ماديا أو رمزيا. لازلنا بصدد مناقشة نفس المفهوم أو نفس الإشكالية المتعلقة بالتمييز بين مفهومين الطبيعة والثقافة، وسنتوقف عند فكرة الأساس وهي إذا كان الإنسان ينتج الثقافة، عم هذا بينا في دروس الدرس السابق، إذا كان الإنسان ينتج الثقافة ألا يمكن القول أن الثقافة تنتج الإنسان؟ نعم، ألا يمكن القول أن الثقافة تنتج الإنسان؟ وهذا ما سنتعرف عليه من خلال إشكالية الإنسان منتج الثقافة ونتاج لها في نفس الوقت. ولمقاربة هذه الإشكالية سنتوقف عند نص للفيلسوف الفرنسي جورج باي لمقاربة إشكالية هل الثقافة تنتج الإنسان؟ إذا كان ينتجها فهل هي أيضا تنتجه؟ لا بأس أن نبدأ بقراءة أولية للنص. إن الإنسان هو حيوان لا يقبل ببساطة المعنى الطبيعي ولا يعترف به. إن الإنسان هو حيوان لا يقبل ببساطة المعنى الطبيعي ولا يعترف به، وبذلك فإنه يغير العالم الطبيعي الخارجي ويستخرج منه أدوات وأشياء مصنوعة، وهذه الأدوات والأشياء تشكل بدورها عالما جديدا
عند مستوى الطرح الإشكالي. إذن ما هو السؤال الذي يجيب عنه النص؟ ما هو السؤال الذي يجيب عنه النص؟ وأيضا ما هي قضية الأساس التي يشتغل عليها في النص؟ إذن حتى نفكر جيدا ونعرف كيف يمكن أن نستخرج الأطروحة، نطرح سؤالا على أنفسنا وهو: عن ماذا يتحدث النص؟ عن ماذا يتحدث النص؟ إذن يمكن أن نقول: يعالج النص أو يتحدث النص عن قضية أساسية، أو يعالج النص قضية الإنسان باعتباره منتجا للثقافة ونتاجا لها، باعتباره منتجا ونتاجا للثقافة. لا نتوقف عند هذا الحد، بل ينبغي أن نشير إلى ذلك السؤال الذي يجيب عنه النص. ما هو هذا السؤال؟ فما معنى أن يكون الإنسان منتجا للثقافة ونتاجا لها في نفس الوقت؟ ثم كيف تجاوز الإنسان طبيعته الحياة؟ إذن هذه الأسئلة واحدة جواب عنها موجود في النص، وهي محور الأساس الذي هو عليه هذا النص. نعم، إذن بعد الإشكالية نتوقف عند أطروحة النص. هناك اختلاف واضح بين الأطروحة والإشكالية. إذا كانت الإشكالية تلك القضية التي يناقشها النص، أو ممكن أن نقول عن ماذا يتحدث النص، فالأطروحة هي عن ماذا يدافع الفيلسوف. إذا نتحدث عن موقف الفيلسوف، أو نتحدث عن جواب الفيلسوف عن الأسئلة المطروحة. إذا ما هو جواب الفيلسوف عن الأسئلة المطروحة من خلال النص؟ نعم، كما قلنا يمكن أن نقول: يدافع الفيلسوف عن أطروحة نفاذها أن الإنسان ينتج الثقافة بتغييره للعالم الخارجي، كما هو وارد في الفقرة الأولى من النص، كما أن الثقافة تنتج الإنسان عبر ماذا؟ عبر التربية، فبالثقافة أصبح الإنسان إنسانا. إذن هذه الأطروحة تختزل فكرة الفيلسوف أو جواب الفيلسوف عن الأسئلة المطروحة. في مرحلة
لنقول يقارن الفيلسوف بين الإنسان والحيوان مؤكدا إن الإنسان أو أن الإنسان يشبع حاجته الغريزية في إطار ثقافي خاضع للتربية، أما الحيوان فيشبع حاجته دون الخضوع لقيود الثقافة. إذا نشوف آخر فكرة وردت في النص، إنه من الضروري الإقرار بترابط العنصرين القائلين إن الإنسان هو حدث. إذا هذا مسلوب من البلوغ، يمكن أن نقول أن يستنتج الفيلسوف تلازم وتزامن الطبيعي والثقافي في الإنسان، فالإنسان ينتج الثقافة والثقافة تنتج الإنسان، وهذا ما يجعل من الإنسان إنسان. إذن وهذا ما يسمى بالبنية الحجازية، اشتغلت أو نحاول أن نشتغل عليها ببساطتها فتلميذ الجدع المشترك مطالب بالاشتغال في مادة الفلسفة بشكل مبسط وبشكل بسيط جدا حتى يمكن أن يستوعب الدروس ويمكن أن يستوعب أفكار الفلاسفة. نعم، إذا هذا ما يمكن أن نتحدث عنه فيما يتعلق بمنهجية تحليل النص الفلسفي. إذا أعيد لأقول بأن الإشكالية التي نحاول أن نناقشها اليوم هي إشكالية الإنسان منتج للثقافة ونتاج للثقافة. ماذا يعني ذلك؟ يعني أنه إذا كان الإنسان ينتج الثقافة، ألا يمكن أن نقول ألا تتدخل الثقافة في إنتاج الإنسان؟ رأينا مع الفيلسوف جورج باتار أن الإنسان ينتج الثقافة، نعم، بتغيير العالم الخارجي بكل معطياته، ولكنه في نفس الوقت ماذا يفعل؟ تنتج الثقافة عبر التربية، أي عبر عملية تلقين ماذا؟ القيم والقواعد المطلوب هو تعليل